الفترة الصعبة الصحية الصعبة فيه بعض الانتهازيين اللي ممكن يستغلون هذه الظروف للمضاربة في السلع الأساسية الموجهة للمواطنين لتزويد المواطنين بما يحتاجوه من سلع وخدمات. ولهذا وعلى ضوء النتائج التي تم الحصول عليها بناء على تبليغات المواطنين والعمليات التي قامت بها مصالح الشرطة لأمن ولاية بومرداس في حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والمواد شبه صيدلانية، ألتمس وأطلب وأحث المواطنين ومواطنات ولاية بومرداس على التبليغ عن كل التجاوزات التي يمكن أن تصل إلى علمهم إلى مصالح الشرطة التي هي مستعدة للتدخل في كل الأوقات وفي كل الظروف. وإن شاء الله ستنتصر الجزائر في الأخير، وولاية بومرداس من بين الولايات التي مسها هذا الحجر، وما علينا إلى الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حتى نسهل المهام للجميع ونخرج من هذه الأزمة الصحية بسلام.